The next segment details prayers performed as recommended prayers or in special circumstances. Most of these prayers follow the format of a standard 2-rak'ah morning prayer. The recommended prayers must be performed individually rather than in congregation. The prayers in this segment include Al-Ghufayla, Al-Wahsha, Al-Ayat, two methods, and Al-Layl. Salat al-Ghufayla is a recommended prayer to be recited between Maghrib and Isha prayers. Similar to morning prayer, it consists of two rak'at. In its first rak'ah, after Al-Fatiha, verses 87 and 88 of chapter Al-Anbiya should be recited. In the second rak'ah, verse 59 of chapter Al-An'am should be recited. A special qunut is performed in this prayer. Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawm al-Din. Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'een. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله أكبر اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآله وأن تفعل به اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر Salat al-Wahsha is a recommended prayer performed on the soul of a deceased person. Wahsha means loneliness. The first night in the grave is said to be the loneliest and most frightful time. This prayer is meant to remove the loneliness felt by the deceased during the first night in the grave. It should be performed before the first night following the burial. It consists of two rak'at. In the first rak'ah, after Surat al-Fatiha, recite verse 255 of chapter Al-Baqarah, known as Ayatul Kursi. In the second rak'ah, after Surat Al-Fatiha, recite Al-Qadr, chapter 97, 10 times. Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Following Taslim, recite this dua. اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبري. And mention the name of the deceased. Salatul Ayat is a required prayer at the time of a solar or lunar eclipse, earthquake, or other extraordinary natural occurrence. It can be performed two ways. The first method consists of two rak'at. Each rak'at contains Suratul Fatiha and a chapter from the Holy Quran in five parts, bowing between each part. In this demonstration, Surah Al-Qadr is recited. Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawm al-Din. Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. وما أدراك ما ليلة القدر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ليلة القدر خير من ألف شهر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. وما أدراك ما ليلة القدر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. The second method of Salat al-Ayat is the same as the first, with one exception. After reciting Surah al-Fatiha, recite any complete chapter before each bow. Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر